بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب والطالبات، أعزائي المتدربون، أرحب بكم اليوم إلى سلسلة جديدة من برنامجنا تعلم اللغة الإنجليزية للمبتدئين. درس اليوم في غاية الأهمية ويتمحور حول بناء الجملة، تركيب الجملة sentence structure. كثير من الشباب يعتقد أنه إذا فهم كثير من الكلمات والمصطلحات أصبح عنده القدرة على التكلم والتحدث باللغة الإنجليزية، وهذه الفكرة خاطئة، وعلى المتدرب والمتعلم أن يدرك التالي: إذا أراد أن يتقن اللغة الإنجليزية عليه التركيز على الجملة. بداية، الجملة ليست بالحرف وليست بالصوت أو بالكلمة أو بالعبارة، بل تبدأ من الجملة. اليوم نتعرف على مجموعة عناصر في بناء الجملة. تتكون الجملة اللغة الإنجليزية من رمزيات SVC. S ترمز إلى subject وهو الفاعل، V ترمز إلى verb وهو الفعل، C ترمز إلى complement وهي تكملة الجملة أو تتمية الجملة أو بناءها المكتمل. هذه العناصر أيضا لها مكونات رئيسية نسميها parts of speech أو أجزاء الكلام. أجزاء الكلام رئيسية لدينا هي ستة، وهي أكثر في الواقع، ولكن الأجزاء الرئيسية هي ستة. تبدأ بالفعل verb، ثم لدي noun pronoun adjective adverb preposition و article. هذه الظرفيات الرئيسية هي أهم العوامل في تكوين الجملة، بالإضافة إلى عوامل أخرى وجزئيات أخرى نأخذها في دروس لاحقة. نلاحظ أن الجملة في موقع الفاعل السبجكت هنا يتكون دائما إما من noun أو pronoun، اسم أو ضمير، والضمير هو الذي يحل محل الاسم. الناون أيضا أو الاسم يمكن أن يضاف له adjective لتصفه أو article لتحدد نوعيته، أو يستبدل بالpronoun. الفعل كما هو واضح موجود دائما في الجملة. الكومبلمنت والتتمة هي أنواع، أوقات يكون لدي في الجملة subject و verb و object، والobject مثله مثل subject، يحتوي على noun أو pronoun. إذا كان هناك noun فهناك احتمالية وجود adjective أو article صفة أو أدوات التنكير. يمكن للكومبلمنت أن تكون adjective مستقلة، ويمكن لها أن تكون ظرفية اللي نسميها adverbial phrase، عبارة ظرفية مرتبطة بالظرف أو الحال، وأيضا يمكن أن تكون prepositional phrase عليه حالة جر ومجرور، جر ومجرور. هذه العناصر الرئيسية لتكوين وبناء الجملة. على كل متدرب أن يدرك هذه النقاط: وجود verb في الجملة، ثم تكوينتها إما noun أو pronoun مع وجود الصفة adjective، article محددة أو نسميها أدوات تنكير والتعريف، adjective مرة ثانية أو adverb، preposition أو prepositional phrase. إذا استطعنا أن ندرك هذه العناصر، هذه الأجزاء المكونة للجملة، نستطيع بعد ذلك أن ننتقل إلى الأزمنة بكل سهولة وبكل سلاسة. نأخذ مثال آخر قريبا في الفقرة القادمة. لنا لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.